مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من صناع الشهره. اليوم بدنا نحكي عن ادمان السوشيال ميديا، كيف العالم صارت عم بتقضي ساعات طويله، واخبار التيك توكرز ما عم نخلص منها. خلينا كمان شوي نتعلم كيف فينا نعمل محتوى غريب ويكون خارج انه يكبر لنا صفحاتنا. جاهزين؟ خلينا نبدا. كل أسبوع بحلقة سوشيلها نحكي عن الأمور يلي عم بتصير جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بس اليوم روان حج حسين رح تخبرنا كيف فينا نخفف من ضغط السوشيال ميديا وكيف فينا نخفف أوقات على السوشيال ميديا. يلا نشوف. يوم جديد وحلقة جديدة من سوشيلها، معكم روان حج حسين المتنوعة الجوزائية، مدربة لايف كوتش وإنفلونسر على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم فقرة سوشيلها رح تكون مختلفة تماماً، رح أعلمكم كيف يمكن تسوشلوها صح. فقرة اليوم كتير مهمة، ركزوا فيها كتير منيح. الفكرة بدنا نبدأ بمشهد، بدنا نتخيل عيلة جميلة جداً، أم وأب وأطفال قاعدين قدام مشهد رائع، بحر، صوت الموج الجميل وغروب الشمس. كل فرد من هالعيلة على التليفون، ما في حدا لا شايف البحر ولا شايف الغروب ولا حتى عم بيستمتع بلحظات العيلة الجميلة. الفكرة وين؟ الفكرة إنه عم نخسر كل اللحظات الحلوة. حلو نسوشلها، بس بدنا نسوشلها صح. لهيك أول شيء لازم نعمله، لازم نحن نكون واعيين تماماً على التغيير الكبير اللي صاير من وراء السوشيال ميديا على حياتنا. ما بيعني إنه نحن بدنا نوقف الإنستغرام، لأنه هو عالم جميل نقدر كتير نستفيد منه إذا سوشلناها صح. بس وين المشكلة؟ المشكلة صار في عنا مشاكل نحنا مو مدركين إلها. صار بدنا كل شيء بسرعة بسرعة، بدنا ننحف بسرعة، بدنا نشرب قهوة سريعة، بدنا فيديو قصير وسريع، بدنا نعمل سكيب سكيب سكيب، بدنا كل شيء بثواني، بدنا نألف كتاب بسرعة، بدنا نخسر 10 كيلوات بيومين ثلاثة. وين الفكرة؟ الفكرة إنه نحنا ما عم نستوعب السرعة اللي نحنا عم نطلبها قديش هي ضدنا مو لصالحنا. خسرنا فضيلة الصبر، الصبر يلي من زمان كنا نسمع غنية أم كلثوم ساعة ونص وما نمل، كنا نتفرج على أفلام طويلة، كنا نقرأ روايات بتجنن. بس للأسف هلأ شو؟ هلأ فيديو أكثر من 20 ثانية نعمل سكيب. بدي أطلب منكم تغمضوا عيونكم وتفكروا بشغلة، بدنا نفكر بمفهوم النجاح الجديد يلي تغير تماماً. النجاح هلأ صار عدد مشاهدات، عدد متابعين، عدد لايكات. إذا ما عندك متابعين فأنت مو ناجحة. قديش اختلفت المعايير والقيم؟ كنا من زمان إذا كان عنا وظيفة كتير منيحة أو عائلة أو أطفال أو صحة وعافية أو إنجاز على أرض الواقع كان هذا بحد ذاته نجاح. لكن كل شيء تغير، بس مين اللي غيره؟ نحنا وأفكارنا. يلي بدي أطلبه منكم بس يكون في عنا وعي أكتر، ننتبه أكتر، مين عم نتابع؟ مين عم نعطيه قيمة؟ مين عم نختار ليأثر على عقلنا؟ كل الموجودين اسم المؤثرين، بس يا ترى بشو عم بيأثروا بحياتي أنا؟ عم بتفرج على قصص كل الناس، ستوري ستوري ستوري، بعمل سكيب بتفرج على ستوريات، بس مين يا ترى يلي عم بيتفرج على قصتي أنا؟ هل يا ترى جربتوا تكتبوا قصتكن؟ جربتوا تعملوا شيء لإلكن؟ تلهموا نفسكن؟ صدقوني السوشيال ميديا عالم كتير جميل، إذا كنا أذكياء بنقدر نلهم حالنا ونبدع ونحقق إنجازات رائعة، بس لما نحنا منقرر هذا الموضوع. طيب يا روان، عطينا نصائح بدنا نجربها وتكون فعالة. رح أعطيكم نصائح بتجنن، ركزوا فيها كتير منيح وطبقوها ومتأكدة إنه رح تفيدكم. أول شي، حاولوا تبعدوا التليفون عنكم قد ما بتقدروا، بعيد عن العين بعيد عن العقل. صدقوني تليفون بعيد رح تكسلوا لتقوموا ورح يضل بعيد، وعلى الأقل رح تقللوا وقت وجودكم على السوشيال ميديا. اختاروا الحسابات اللي عم بتتابعوها. لما بنختار الحسابات اللي عم بتتابعها بيعطينا هالشي حافز وإلهام، يعطينا طاقة إيجابية، لأنه صدقوني هذا الشي رح يخليكم مستمرين بطريقة فعالة ولصالحكم، ما تكونوا بس مشاهد سلبي ما عم بيحقق ولا شي لحاله. والأهم من هيك، ما تستخدموا التليفون قبل ما تناموا، ممنوع قبل النوم. الإضاءة الزرقاء
كتير مؤذية للنوم. صدقوني لا بيكون في نوم عميق وبيكون نومكم مضطرب ورح تفيقوا تاني نهار وانتوا تعبانين. بس على الأقل ساعة لساعتين قبل النوم خلوا هالتليفون بعيد شوي، عدوا مع حالكم، عدوا مع كتاب، عدوا مع شخص بتحبوه، عملوا شغلة انتوا عن جد بتحبوها وتكون ريلاكسيشن واسترخاء قبل ما تروحوا على النوم يلي هو لازم يكون طاقة لإلكن. الفكرة كلها هون، بده يكون في عنا وعي، بدنا نختار وقت محدد، هدف محدد، بدنا نكون واعيين على الساعات يلي عم نعدها على السوشيال ميديا. انتبهوا بالموضوع، لما نضل عم نعمل هيك بالإكسبلور ممكن تعدوا فيها 3-4 ساعات وانتوا اصلا حاسينا ساعة واحدة. الموضوع جدا مهم وبيبدأ دائما بالوعي. حبيت فيتكن بهالكلمتين يلي ممكن يعملوا نقلة نوعية بحياتكن وتكتبوا قصتكن انتو لحالكن وتكونوا مؤثرين بالمحيط الواقعي يلي لازم نعيشه قبل ما نعيش على منصات التواصل الاجتماعي. خلي واقعنا جميل لتكون حياتنا دائما جميلة. كيف ما بنمروا مع السوشيال ميديا منلاقي ناس عم تعطي نصايح على كيف فينا ننزل وزننا وكيف لازم ناكل بطريقة صحية. إنما اليوم خلينا نشوف مين بيستاهل يكون على الأرب وول أوف فيم بكل المعلومات اللي بتتعلق بالتغذية. جاهزين؟ يستاهل. فكرة يستاهل اليوم كتير صحية. معكم كارن ملحم، رح نعرض لكم 5 حسابات لأخصائيين تغذية بيساعدوكم تحققوا هدفكم لصحة جيدة. فخلونا نشوف مين بيستاهل يكون على منصات أرب وول أوف فيم. خلينا نبلش بالاختين ميرنا الصباغ وبراء الصباغ. لا مش توم، بس نيناتون أخصائيين تغذية. ميرنا الصباغ أخصائية تغذية متخصصة للولاد يلي بتلاقوا عندها وجبات أكل صحي للأطفال أو طريقة التعامل مع الولاد يلي بتفرجوا على الأكل، وإذا كنتوا أمات جداد أكيد بتفيدكن. Here's when and how to offer beef for your baby from a dietitian and mother of two. Details in the caption. براء الصباغ كمان أخصائية التغذية، كمان personal trainer، تعمل وجبات صحية وكمان بتساعدكم لتوصلوا لهدفكم بطريقة سريعة، يعني full package. If you're looking for a nutritious muffin recipe to try this weekend, then look no further. As a child, I've always loved muffins, cookies and cakes at the bakeries. It's like... فالأختين صباغ أكيد بيستاهلوا يكونوا على منصة Arab Wall of Fame. تالت حساب معنا لنادين سمايلي، سيرف اب هيلث. نادين بتشاركك كتير وصفات صحية، كمان بتساعدك انه تصير اخصائي تغذية نفسك، واكتر شي بتشاركه هو كيف تتسوق بطريقة ذكية بالسوبر ماركت. افضل واسوأ خيارات بس نحكي عن اللبن او الزبادي. الاف الانواع موجودة بالسوق، ولكن شو نختار؟ اول شي شوفوا قائمة المكونات بتلاقوا السكر. تستاهل وبقوة تكون على منصة Arab Wall of Fame. رابع حساب معنا لندى، بتساعد ندى عبر حسابها انه تعرفوا تختاروا وجبات صحية لأسبوع كامل وأي أنواع فيتامينات جسمكم بحاجة لإلها. كمان بتشارك كتير وجبات صحية ومفيدة وأكيد بتستاهل تكون على منصة Arab Wall of Fame. خامس حساب معنا لميشيل، كاتب عنده بالبايو انه بيقدر يغير لك رؤيتك بالدايت، بيشاركك كتير معلومات ومعتقدات نحن معودين عليها ولكن هي خطأ. مثلا ممنوع الاكل البيض كل يوم، شو الفرق بين الفواكه بالعصير والفواكه بالاكل؟ شو الفرق بين هي وهي؟ ما في فرق. هي فيها سعرات قد هي، هي مناسبة للنباتيين، هي غير مناسبة للنباتيين، هي فيها فلافانول اكتر، هي فيها كالسيوم اكتر. صفحته غنية بالمعلومات الصحية واكيد بيستاهل يكون على منصة Arab Wall of Fame. كيف ما بنبرو مع السوشيال ميديا ما بنشوف إلا مشاكل وأخبار جديدة، بس التيك توكرز دايماً أوضاعهم غريبة. خلينا نشوف بملفات اليوم عمي رح نحكي. وبحلقة جديدة من ملفات معكم جيهان المصري. رح نبتدي حلقتنا اليوم بملف محزن عن وفاة تيك توكر الشهير محمد الخطيب. أما التيك توكر السوداني فتوفى خلال وجوده بمستشفى القاهرة، وظهر جوان بباس عبر التيك توك قبل وفاته بساعات قليلة مع صديقته المقربة أميرة الجنوبية، وتبين أنه كان كتير تعبان. فهل برأيكم سبب وفاته هو التعب؟ أما صديقته المقربة فسألته عن سبب الإرهاق وقال أنه بسبب أزمة فقدان الأهل. أما وفاة جوان فأدى إلى أزمة بين رواد التواصل الاجتماعي. أما الخبر الثاني فهو عن رشا بيك،
فحتى رشا خلال عرسها طال انتقاد واسع، والسبب فستان العرس. كتير من الناس صارت تكتب كومنت مسيئة للفستان وانتقدوا حجابها، وأكثر الانتقادات كانت شو بخصوص الرقبة؟ هيدا حجاب؟ أما على بطانة الفستان فيا ويل الناس شو انتقدوا. فهل الشخص حتى نهار عرسه ما بيسلم وما بحق له يفرح وبده يطالوا انتقادات؟ اكتبوا لي رأيكم بالكومنتس. فضيحة هبة نور، عم تتخيلوا 4 مليون متابع حضروا فيديو نشروا الهاكر عن هبة نور؟ لكن محامي هبة نور طلب بيان بيوضح انه اي شخص رح يتداول اخبار كاذبة عن الممثلة او الفيديو رح يتم ملاحقته قانونيا. اما الفيديو فهو مفبرك بالاي اي سيستم يلي هو الذكاء الاصطناعي، وكتير من الناس كتبت انه مبين هيدا الفيديو انه مفبرك ولا مش مزبوط، وكومنتات كتير كتبت انه يلي بيفهم دغري رح يعرف انه هيدا اي اي. وكتير من المشاهير طلوا وعبروا عن استياءهم من هيدا الفيديو وبانه الممثلة ما ممكن تعمل هيك شيء. وبختام حلقتنا لليوم بتمنى انه الملفات يكونوا نالوا اعجابكم، اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. بتيتوك اليوم نور وسامانتا رح يخبرونا كيف قدروا يوازوا بين انه يكونوا اميات وصناع محتوى بذات الوقت. خلينا نشوف كيف كانت تجربتهم وكيف انتو فيكن تستفيدوا منها. مرحبا واهلا وسهلا فيكن بفقرة تي توكس. انا نور رمضان مرعي، صنعت محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بس اهم من هيك انا ام لبيبي صغيرة. هلأ الصراحة انا شهادتي هندسة معمارية، بس هلأ مخصصة وقتي كله لحتى أنشر محتوى حلو خصو بي ماي لايف ستايل على مواقع التواصل. ومعنا هلو، أنا سامانتا كانونجي، درسة علم نفس، وهلأ عندي بيجز على مواقع التواصل الاجتماعي بقدم محتوى عن الأمومة بنفس الوقت مضحك ليوصل للأمهات، وبقدم محتوى للولاد بطريقة مبسطة وحلوة. أنا كتير بحبك، وقد ايه صرنا نحن ناطرين نقعد على كوفي ونتحدث سوا عن الأمومة بشكل عام وعلى صناعة المحتوى. عن جد صرنا زمان ما اجتمعنا، وأخيرا يعني صار فيك تخبرينا عن ألما وشو عم بيصير معك، فيلا خبرينا. بس قبل خلينا نشوف الآن شو محضرنا أسئلة. أوكي، هسأل أنا أول سؤال. أوكي سامانثا، شو نصيحتك لكل أم بدها تبدأ بمجال صناعة المحتوى على الانستغرام؟ نصيحتي لها انه اذا بدها تبلش صناعة محتوى مع اولادها انه بدها تكون كتير صبورة، يعني امرار الاولاد بيقبلوا يعملوا محتوى وامرار ما بيقبلوا يعملوا محتوى، فبدها تكون كتير صبورة، بدها تكون متفهمة لوضع الاولاد اذا حبوا هيدا الشيء او ما حيحبوا هيدا الشيء. صراحة انا هيدا الموضوع مع الاولاد شيء كتير جديد علي، بتعرفي البيبي ما بيبي عمره 5 شهور 6 شهور تقريبا، فهيدا الشيء اللي عم تقوليه كتير مهم، لانه هلا عم لاحظ قديش صعبة انك تشاركي البيبي معك لانه اذا ما عم تبكي او انه حسب المود اللي هي فيه. معك حق، بده يكون الولد هو عم بيعطيك، اذا ما عم بيعطيك ما حتقدري تصوري وانت حتعصبي وحيبطل صناعة المحتوى حلو مع الولاد، فبدك تشوفي الولد قد ايه حيتقبل هالموضوع وقد ايه ما حيتقبل هيدا الموضوع. ليك الصراحة انا اذا فيني اعطي نصيحة لام او شخص ان جنرال انه ما تخاف من حكي العالم، بعرف انه اذا هي بدها تصور محتوى حتصير تفكر انه هي شو بتقول عني جارتي وحماتي وعائلتي، بس بتعرفي انه الواحد بيروح عليه الفرص 100% من الفرص اللي ما بياخدها، فيعني حتى تقدري تقطعي هالمرحله بدك ما تسمعي للعالم بشكل اساسي، يعني فتركزي اول شيء تعملي شيء بتحبيه، وثاني شيء تطنشي العالم لحتى توصل انت لهدفك، لانه كل العالم اللي بتحكي حواليك هو الناس غيرانين من نجاحك او ما يعني بيحكوا لانه هيك ما قادرين يكونوا بالموقع اللي انت فيه، صح؟ أكيد. وأنا كنت من الناس اللي كنت خاف على السوشيال ميديا لأنه صفحتي كانت خاصة لإلي، من بعدها صارت صفحة بابليك مع أولادي، فكنت دايماً خايفة من ردة فعل أهلي ورفقاتي، هيدا أول شغلتين. بس هلأ صراحة صرت كتير مرتاحة، وبقول لكل حدا عن جد بلشي، لأنه إذا ما بلشتي رح تندمي، يعني إذا أنت حابة تبلشي بصناعة المحتوى مع أولادك أو بلا أولادك أو عن الأمومة بلشي، مهم تبلشي. وصلت لوقت قلت خلص ما بقى فيي كمل. ليك انا بنت، انا كل ساعتين بوصل خلص ما بقى فيي كمل، عرفتي؟ بس ايه طبعا احيانا يعني الشخص الانسان بمر بضغوطات، ف
يعني بيقطع مرحله بتحسي انه لا كثير كل شيء عم بيصير، خصوصا اذا كان مثلا بتعرفي الواحد انه بيقطع بمواقف بصير انه لما تجي الشيء المنيح بيجوا كلهم سوا، يعني كل الاشياء الحظ البشع بيجي سوا، فاحيانا الواحد بيختنق شوي. فايه طبعا، بس كمان الحمد لله انه مثلا عندي ناس تدعمني وتحمسني مثل جوزي وعائلتي واختي، فانه بس حس حالي انه خلص ما بقى قادره اكمل باخذ شويه بريك، بعمل اشياء بحبها بعدين برجع. فانت شو رايك بهالموضوع؟ كثير مرقت باوقات قلت خلص ما بقى بدي اكمل، وخصوصا مع ولدين كثير صعبه صراحه تعملي محتوى ويكون مانجينج البيت كله والولاد. وامرار هيك بيوصلك تعليقات بتصير توقف عليها بتقولي بكمل محتوى مع اولاد ولا ما بكمل. برجع بقول انه انا عم بحط ولادي بصوره حلوه، ما بحياتي طلعت ولادي بصوره غلط او ما حلوه لهم على السوشيال ميديا. برجع بشوف في كتير ناس محبين، في كتير ناس عم بيستفيدوا من صفحتي، في كتير ناس عم بيضحكوا من صفحتي، فهذا الشيء بخليني اكمل. واكيد لانه جوزي داعمني بهذا الموضوع واهلي، ويعني هو السبورت سيستم عنا، ف بتحسي انه من وراهم لما يحكوك حكي حلو والفولورز اللي بيقولوا لك حكي حلو بتكفي. بس اكيد مرقت بكثير اوقات خلص بسكر البيج ما عاد بدي كفي فيها، بس لا دائما برجع بقوي حالي وبرجع بقوه. يلا صار دوري اساليك. بلشتي بالسوشيال ميديا قبل ما يصير عندك عائله او بعد؟ واذا قبل شو اللي اختلف من قبل وهلا؟ صراحة أنا بلشت بس جبت ابني عيسى، بلشت أنا وياه الصفحة من بعد ما صار عمره سنة، وهو اللي شجعني أفتح الصفحة صراحة، يعني من وراء فتحت الصفحة تاعيتي وما في شيء اختلف علي لهلا، صار عندي ولد تاني بس هيدي. أنا اختلفت المسؤولية. صراحة أنا بلشت قبل ما يكون عندي ولد، وأكيد أول شيء اختلف لأنه قبل كنا هيك مثل مبتدئين وهيك الحياة قدامنا وما عنا هموم، أوكي عنا هموم بس مش إنه هموم عنا أطفال، يعني كان شوية إنه سهل من ناحية إنه ما عنا بيبيز من غير شهر، بس كمان صعب من ناحية إنه كنت أنا مبتدئة أو ماني عارفة شو أعمل وهيك. بس هلا أكيد اختلف لأنه صار أصعب وصار عندي بيبي، فصار هيك ماني عم لحق عشي. بس ان شاء الله بقدر لحق يعني. لا ان شاء الله بتلحقي، وهو بس هيك بده وقت القصة يعني هيدا هي. هل زوجك بشجع تواجدك على السوشيال ميديا مع اولادك او لا؟ سؤال حلو. اوكي سؤال كتير حلو. انا صراحة زوجي من النوع اللي بيشجع الشخص يركض وراء اهدافه ويحقق احلامه سواء على صناعة المحتوى او لا، فاكيد هو شجعني وكان حافز لي اني ادخل على السوشيال ميديا، لو ليه اصلا ما كنت فكرت، لانه انا اصلا شخص خجول بطبعي، بعرف صعب تصدقي بس انه ايه. فلا زوجي داعم وحتى ما عنده مشكل انه لو بنتي بتبين، بس انا بعدني عندي تحفظ على هذا الموضوع. اكيد لانه بعدها صغيرة يعني ما فيك دغري هيك تحطيها بالكونتنت، وانا بعرفه الاشخاص بعرف قد ايه بيدعمك وبيحب هيك يعطيك بوس. انا جوزي ما عنده اي مشكله لانه بيعرف اني بطلعهم بطريقه كثير محترمه وما بطلعهم بطريقه تسيء لهم بالمستقبل وهلا، فلا دائما كان يشجعني على الموضوع، بالنسبه له لا انه دائما حقق اهدافي واعمل شيء، وهلا صار ينبسط فيه اكثر من الاول لانه بالاول بعد ما كان فهمان شو هو السوشيال ميديا، سو هلا لا بالعكس بيفتخر بالشيء اللي عم بعمله. اوكي اخر سؤال، هل ولادك بيعذبوك بصناعة المحتوى أو لا؟ ولادي كتير بيعذبوا وما بيعذبوا بنفس الوقت. هلا عيسى صار عمره 5 سنين، صار هو بيجيب لي أفكار وبيقول لي تعال نعمل محتوى، يعني وصلنا لمرحلة كتير حلوة. بس أنجلينا عمرها 2، بتعرفي عمر 2 أمرار إلها خلق أمرار ما إلها خلق، وصراحة أنا I don't push، يعني ما بجبرهم يعملوا محتوى معي، إذا هن مبسوطين بنعمل، إذا هن ما مبسوطين بنسكر الكاميرا وخلص. وأنت كيف ألمى؟ صراحة حمستينا على عمر 5 سنين والسنتين، يعني ما بعرف حسيت في أمل. هلا أنا بنتي أول فترة يعني بس تحسنا بدنا، هلا أنا صراحة ما كتير عم بينها أو إذا بينتها يعني بتحفظ، بس إنه صراحة عم بتعذبنا كتير، يعني الوقت الوحيد اللي بصور فيه أنا ومرتاحة بكون هي ونايمة. يعني بصور بكون حاملينها بالفيديو هي نايمة، عرفتي؟ فأنا ما عندي كتير جواب لأن بعدها صغيرة، بس يمكن بالمستقبل يصير جوابي مثلك. لا بيصير وبتنبسطوا كتير بعدين إذا هي حبت الكاميرا. يعني عن جد كتير انبسطت معك اليوم ودردشنا هيك وسألنا أسئلة ما سألتك إياهم بحياتي صراحة، وانبسطت فيك كتير. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بفكرة تي توكس على الآن تي في أنا ونور، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من التبس اللي عطيناكم إياها وانبسطتوا معنا.
بتمنى انه حلقتنا اليوم تكون نالت اعجابكم، والمعلومات اللي خبرناكم اياها تكون مفيده لكم. خبرونا بالتعليقات مين بدكم نجيب الاسبوع الجاي وعن مين بدكم نحكي. بشوفكم، باي.